بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. مرحبا بكم أحبابي في الله في قناتنا ديزاتيوب التعليمية، هذه المرة في الدرس الأول في مادة الاقتصاد للقسم النهائي شعبة تسيير واقتصاد. بطبيعة الحال نوهت سابقا إلى برنامج الدرس الأول المقرر من طرف الوزارة، وها نحن نبدأ في درس النقود، وبالضبط درسنا اليوم يتمحور حول المبادلة. بطبيعة الحال المبادلة هي شيء واضح، وكلنا نعرف ما هي المبادلة. مبادلة هي مبادلة شيء بشيء، أو سلعة بسلعة، أو خدمة بخدمة. بطبيعة الحال هنا لدينا شخصان يريدان أن يتبادلان سلعة بسلعة. السلعة هي واحد سكر، والثاني هي سميد كما ترون أمامكم أحبابي فيه. بطبيعة الحال في هذه الحالة هنا الشخص الأول لديه سكر، والشخص الثاني لديه دقيق، أو كما نسميه نحن بالعامية سميد. العملية بسيطة وبسيطة جدا، سيقوم الشخص ألف بتقديم السميد أو الدقيق إلى الشخص باء، والعكس صحيح حيث يقوم الشخص الثاني بالحصول على السكر. وبالتالي أحبابي في الله نكون قد قمنا ب عملية المبادلة، بحيث كان لدى الشخص ألف السكر أو الدقيق وحصل على السكر، والشخص الثاني كان لديه سكر وحصل على دقيق. هذا كل ما في الأمر أحبابي في الله. أما التعريف العلمي والملخص في ما يخص المبادلة فهي عبارة عن التنازل على شيء مقابل الحصول على شيء آخر، كما هو مبين أمامكم في الشاشة أحبابي في الله. هي أعيد وأكرر، هي عملية التنازل على شيء مقابل الحصول على شيء آخر. وبطبيعة الحال تعتبر همزة وصل بين منتج السلعة، المنتج الأول بطبيعة الحال، ومستهلكها. في هذه الحالة يكون تسويق مباشر من طرف المنتج، يسوقها مباشرة في السوق دون اللجوء إلى وسيط. تمام؟ ها هي في حالة ما إذا كان التسويق مباشر، أو عن طريق وسطاء تجار الجملة والتجزئة. أوكي أحبابي في الله، نعيد التعريف الكامل والوافي فيما يخص المبادلة. هي عملية التنازل على شيء مقابل الحصول على شيء آخر، وتعتبر همزة وصل
بين منتج السلعة ومستهلكها. في حالة ما إذا كان التسويق مباشرة، المنتج يسوق بضاعته مباشرة في السوق، أو عن طريق وسطاء تجار الجملة والتجزئة. كما يعلم الجميع أن هناك شكلين للمبادلة. الشكل الأول يتمثل في المقايضة، والشكل الثاني يتمثل في المبادلة بواسطة النقود. لدينا اليوم سنذكر شكل من أشكال المبادلة وهو المقايضة. بطبيعة الحال في المجتمعات القديمة كانوا يعتمدون على المقايضة بشكل رئيسي، وذلك لانعدام النقود، عدم وجود النقود. فما هي المقايضة؟ المقايضة هي أول أشكال المبادلة، وهي مبادلة سلعة بسلعة أو خدمة بخدمة، أعتذر عدم وجودها هنا، أو خدمة بخدمة دون استعمال النقود. تمام أحبابي في الله، كما ترون العملية هنا، نأخذ سلعة ونقدم سلعة أخرى دون استعمال النقود. هذا هو الفرق الجوهري بين المقايضة والمبادلة بواسطة النقود. ولكن هناك أمر آخر، فما هو هذا الأمر؟ وهو عيوب المقايضة. للمقايضة عدة عيوب نذكر منها ما يلي: بطبيعة الحال صعوبة توافر التوافق المتبادل بين الطرفين. كاين شخصين، أو لدينا شخصين، شخص عنده دقيق، وشخص عنده سكر أو قهوة أو شاي. ولكن الشخص الذي يملك الدقيق لا يرغب في الحصول على القهوة، وبالتالي هناك صعوبة توافر التوافق المتبادل بين الطرفين. هذا كل ما في الأمر. هذه هي النقطة الأولى، صعوبة تجزئة بعض السلع التي لا تقبل التجزئة من حيث طبيعتها. كيف ذلك؟ هناك بعض السلع لا تقبل التجزئة، تشترى كاملة بحجمها الأصلي، لا يمكن تجزئتها. وبالتالي لا يمكن تجزئتها ومبادلتها بسلعة أخرى على حسب حجمها. أوكي أحبابي في الله، ننتقل إلى النقطة الثالثة، وهي صعوبة وجود معدل موحد بين سلعة وأخرى. بطبيعة الحال أنا لدي 1 لتر من الحليب، وأنت لديك 1 كيلوغرام من الدقيق. هناك فرق بين الحجم وحتى القيمة المقدرة. فهنا تكمن الصعوبة في وجود معدل موحد بين سلعة وأخرى.
النقطة الرابعة، صعوبة مقايضة الخدمات بالسلع. على سبيل المثال، نحن عملنا عمل شاق، ويأتي شخص يقدم لنا مقدار من سلع، قد لا يكون هناك تساوي في مقدار التعب ومقدار تلك السلع، وبالتالي هنا تكون صعوبة مقايضة السلع بالخدمات، أو العكس صحيح. النقطة الخامسة الظاهرة أمامكم، المقايضة لا تسمح بالادخار، وذلك لكون المخزون السلعي يتطلب تكلفة لتخزينه. بطبيعة الحال، عندما يكون لديك سلعة كبيرة، فهناك مشكل سيواجهك، وهو مشكل التخزين. بطبيعة الحال، التخزين ليس بالمجان، وبالتالي سيكون هناك عليك سيتطلب لك تكلفة. كيف ذلك؟ تكلفة الكراء. إذا كان منتج أو سلعة تتطلب التبريد، لا تحفظ في مكان ساخن نسبيا، يجب عليك تخزين تلك السلعة، وهو معرض للتلف والضياع من جهة أخرى. كيف ذلك؟ بطبيعة الحال، إذا تركت سلعتك خارج البيت ستزرق، وإذا تركتها في مكان عالي الحرارة أو حرارته مرتفعة، ستتعرض للتلف أو خسران القيمة أو خسران السلع. هذا كذلك يعتبر عيب من عيوب المقايضة. هذا كل ما لدينا لنهار اليوم في درس النقود. الدرس القادم سيكون إن شاء الله المبادرة بواسطة النقود. نتمنى أن نكون قد فصلنا لكم وشرحنا شرح وافي فيما يخص المقايضة. لا تنسونا بتعليقاتكم، ولا تنسوا ترك لايك وضغط زر المتابعة وزر الجرس لكي تتوصلون بكل جديد، وبالتوفيق لكم جميعا. دمتم في رعاية الله وحفظه. كان معكم إبراهيم مكي، والسلام ختام.